معانا عبر الهاتف الآن مرة أخرى الأستاذ مؤيد شهاب، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور سعد كريم، أرحب فيك والقائمين على البرنامج الجميل، وشاكركم على الاستضافة. إن شاء الله تكون خفيفة ومفيدة بنفس الوقت لإخواننا المشاهدين إن شاء الله. ده شرف لنا كبير. قول لي بقى، ليه اخترت تنظيم مباراة بداية كده بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا؟ منين جات لك الفكرة، أو إزاي أو اخترت منتخب مصر وبلجيكا لهذه المواجهة؟ والله شوف، في البداية طبعا الكل عارف أن منتخب بلجيكا يعني المصنف عالميا رقم 2 حاليا بالتصنيف العالمي، وعنده استعدادات كبيرة لخوض نهائيات كأس العالم. وطبعا الكل عارف أن في مجموعة منتخب المغرب الشقيق، فطرحنا الفكرة على الاتحاد البلجيكي باستضافتهم في الكويت. فطبعا هم تم اختيارهم لمنتخب مصر الشقيق ليكون هم لمواجهتهم بما يملكون من عناصر يعني غنية عن التعريف. وأنا بالنسبة لي دائما أقول دائما منتخب مصر فخر العرب، وأنا أعتبره هو بطل أفريقيا، يعني عنده تاريخ حافل بالبطولات، ومع الأسف يعني حزننا عدم وصوله هذه المرة يعني النهائيات. بإذن الله إن شاء الله بنشوف بالنهاية القادمة نشوف العلم علم مصر يرفرف إن شاء الله في النهائيات القادمة. حضرتك وأنت بتتكلم دلوقتي صورتك في استقبال محمد صلاح نجمنا المصري والعربي الكبير، وهذا اللقاء اللي بينك وبين محمد صلاح. والله شوف، يعني هو محمد صلاح طبعا وصل بلده الكويت اليوم، ولو بتشوف ردود الافعال كانت جدا جدا كبيره على مستوى الكويت، وعلى حتى على مستوى المسؤولين في البلد من الاسره الحاكمه لاكبر شخص واصغر شخص. يعني شفنا فيديوهات طريفه، وحقيقه انا كنت حابب انه ممكن يعني تسمحوا لي ابعث لكم فيديو بعدها، يا ريت تعرضوه عندكم. ياريت. ردود الافعال في المدرسه الصغار ازاي بيرحبوا في الكابتن محمد صلاح وعفويتهم، فهذا يدل محبه شعب الكويت. يا ريت يا فندم حضرتك ابعته وفورا نذيعه كمان ان شاء الله. ان شاء الله. الله الله يخليك. وطبعا انا اول شيء يعني ارحب بعثة اخواننا المنتخب المصري الشقيق، على راسهم طبعا الاخوان في الاتحاد الكابتن وليد العطار، بين اهلهم وبلدهم هذا الاول يعتبر. وبفضل من الله يعني الحمد لله احنا قاعدين نسهر على راحتهم ان شاء الله، وبفضل من الله الامور كلها طيبه. واطمنكم الكل بالكويت يؤازر منتخبنا. لا عارفين يعني عارفين ومتاكدين عارفين ومتاكدين. طيب بالنسبه للحضور الجماهيري، التذاكر نفذت خلاص، قربت تخلص ولا لسه في بعض التذاكر؟ والله اليوم سبحان الله اليوم كان في اقبال كبير، حتى احنا طبعا التذاكر تنحجز الاونلاين، يعني لدرجه ان السيستم تعطل شوي من كثر شراء التذاكر، خاصه بعد وصول كابتن محمد صلاح وظهوره شفتوه اعتقد في بعض الصور خرجت للناس. فضل من الله يعني الامور ماشيه حسب يعني ما احنا نتمنى، طبعا ان الجماهير تحضر الحدث الكبير، مباراه دوليه وديه على مستوى عالي، واتوقع الجهاز الفني محضر لهذه المباراه، جهاز فني لمنتخبنا. انا اقول لك منتخبنا لان المنتخب هو ده منتخب مصر منتخبنا، والدليل على ذلك حب يعني المفروض يوصلون البلاد حسب الاتفاق تاريخ 16، بس فضل المدير الفني ان يقوم بدري يعني 3 ايام علشان يحضرون المباراه هذه الكبيره. وهذه اعتقد اثبات وجود ان منتخب مصر من المنتخبات العريقه، واللي هي يعني انا تمثل يعني من افضل المنتخبات في العالم في التصنيف. فنتمنى ان شاء الله لهم التوفيق، وخاصه الخصم ما هو سهل، الخصم عنده بالنسبه له البروبه النهائيه لاستعداد لكاس العالم. عظيم. واكيد راح يخوضها بالتشكيله الاساسيه، فان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه حلوه ان شاء الله، واولادنا ان شاء الله يقدمون مستوى ممتاز. بالنسبه انا سمعنا ان في فعاليات احتفاليه يوم المباراه في ساعه مبكره، مظبوط؟ صحيح صحيح. يعني احنا محضرين للجماهير
ابواب الاستاد راح تفتح الساعه 1 ان شاء الله. طبعا محضرين اللي هو الفان زون اللي هو الزون تبع الجماهير، بالاضافه الى جايبين يعني يسمونهم الفري ستايل اللي ينططون الكره، هذه من افضل المشاهير في العالم يعملوا الحركات دي، بالاضافه الى في ايفنتات راح تكون. انا ما ابي احرق المفاجاه يا كابتن كريم. طيب يعني من غير ما تحرق سمعنا ان في حفل غنائي هيبقى فيه مطرب مصري، هل الكلام ده مظبوط؟ والله كانت النية من غير ما نعرف، كانت النية بس اغلبهم كانوا عندهم ارتباطات، بس نوعد جماهيرنا ان شاء الله باذن الله ان منتخبنا المصري راح، هذه مو اول مشاركة لي، ان شاء الله راح يكون متواجد افضل مباريات ضد افضل مدرب، سوري، افضل منتخبات عالمية راح تكون على ارض الكويت. عظيم. لان هذه يعني تعتبر ارضهم ان شاء الله، وان شاء الله في المناسبات القادمة راح يعني تكون مباريات على افضل مستويات. طيب بالمناسبة بقى، في الفترة القادمة هل في تفكير حضرتك انه يبقى في مثلا مواجهة مصرية او بتحضر لمواجهة مصرية مع منتخب عالمي ما بعد كأس العالم ان شاء الله؟ ان شاء الله هذه موجوده في الحسبان. لان مثل ما قلت لك هذه بلدكم، وفضل من الله الحمد لله يعيش على ارضها ومعزز مكرم 700,000 مصري، ونتمنى ان شاء الله يكونون زياده. فلله الحمد يعني العلاقه بين مصر والكويت طبعا كبيره وعلاقه ازليه والحمد لله يعني على مستوى الحكومات، فان شاء الله يديم هالمحبه يا رب دايما بلد واحد يا رب دايما. استاذ مؤيد شهاب رئيس اللجنه المنظمه لمباراه مصر وبلجيكا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.